شكون من قال له قيس سعيد؟ كل من قال له قيس سعيد؟ وشكون ربح قيس سعيد؟ عم ناول انتخبنا رئيس بنتيجة قياسية بكل المقاييس. مرت سنة كاملة منذ تولي قيس سعيد لرئاسة الجمهورية. ياسمين وينك؟ هيا فما حاجة جديدة في صان نستناو فيك. يا بالحق اوكي باه دقيقة دقيقة برك هاني جاية يلا باي. مرحبا مرحبا هاكم جيتوا اهلا وسهلا مرحبا مرحبا بكم زيدا وخلطوا علينا الجماعة اللي تفرجوا فينا على اليوتيوب قاعدة أخرى الجيل الجاي قاعدة جديدة فوالا تقريبا تقريبا نفس التشكيلة معنا لؤي شيرني ماستر مرحبا بك رواند كالعادة معنا اهلا برواند هلو مرحبا مرحبا باركونتر أمين تحسوا تبدل شوية الميني الميني بدل آخر مرة خليته ويوقف ستوب ما عرفش انت دابا انا بعث لي ميساج قال لي باش نجي في ليموزين ليموزين صفر تخلط الحق انا جيت في الكاديلاك نتاعي ما فهمت ما دوب فينالمون ابارامون ما خلطش امينه ما باش يكون معانا في الحلقه الجايه ما تنساوش الحلقه الجايه تلقاو امين معانا باركونتر مرحبا بك ياسمين اهلا وسهلا ياسمين شاركت معانا في الحلقه اللي فاتت من زعمه وعملت صاحبتك اي صحاب على عملنا سواري بيجاما مع بعضنا برا عاد على سواري بيجاما تتلحاش انت باش نعمل لك حلقه بالذمه لوبيات السواري البيجاما اكزاكتومون المهم على امين مشي امين ابارامون ما خلينا نحلموا بحاجه قيس سعيد قيس سعيد قيس سعيد قيس سعيد فريسنا بقيس سعيد اكزاكتومون دونك انا قلت نحلم بقيس سعيد وجاب ربي ميساج تاعكم جاي في الوقت ظهر لي اي جوستومون الموضوع جوستومون مهم اللي جبت الموضوع على خاطر الليله جوستومون عن حكايه قيس سعيد كان كثرت شويه بجوستومون نحيوهم انتم خاطر فماش مونتاج قيس سعيد باش معناها باش احكيو على موضوع مش كان موضوع معناها قيس سعيد كظاهر خاطر قيس سعيد كان فينومين بالحق سورتو في الاهتمام اللي كان عند الشباب به وبرشا برشا شباب تبعوه احنا مانيش مستانسين هذايا بالسياسه في تونس انتم خلطت لكم الهايب ولا مازال اونيتمون انا كنت تبع الشان السياسي شويه ما تخيلتش قيس سعيد باش يطلع على ذيك جاي السربريز قيس سعيد خرج لنا من وراء الستار وطلع وبرشا شباب بالرسمي تبعته نصور الحاجه الاولى وانه العباد امنت بيه على خاطر خارج المنظومه السنسو بسياسيين وكل شيء اما المره ذي خرج عبد اللي خارج السياسه بصفه عامه اوتسايدر كما يقول exactly. هو حاجه اوتسايد اوف ذا بوكس خارجه جديده انا نقول اللي الظهور الروتيني والمتكرر للمترشحين في الانتخابات الرئاسيه سامحوني هو اللي خلى الناس تفد يمكن وجهها نوع من الروتين الممل هو كي خرج بصفة مستقلة بدون خلفية حزبية خليت الناس يمكن تهتم به أكثر دونك العب يمكن أكثر على الجانب البسيكولوجي متاع الناس واللي خلى الشباب ينجر وراه وينقاد وراه يوم دونك هذا يتسمى العباهم بالخبرة ليه وليت مخترة طفلة جانب بسيكولوجي ثم تحليل كامل ما عادش نقدوها شو رأيك زيد على كلامك لؤي وانتي راوند وانه البساطة لعبت دور كبير في الحملة الانتخابية اللي ديجا هي أصلاً فماش حملة انتخابية قيس سعيد لعبت البساطة دور كبير والمصداقية متاعه زادة على خاطر كما نعرفه أنه إنسان بسيط بروف جامعي قري في الدروا وكل شيء دونك يحتك ياسر بالشباب يتعامل ياسر مع العباد البسطة يسكن في حومة شعبية يتعامل مع ناس كما قلنا احنا عامة الشعب كل انت الحملة متاعه كل تعديت بقهوة قهوة انه قبل في العباد اي كما نجي سوفون لا بوتي لا سامبليسيتي في لا بوتي دونك بحاجة صغيرة وبي يعني
كومون دير بحمله ضئيله خليته يخلط هو غير صورت يعني. هو شكين بالضبط هو كان حملة فكره شنية؟ بحمله انتخابيه ضئيله اه عريت كيف حمله شنية انتخابيه تفسيريه حمله تفسيريه سمحني اما راوند الحاجه الاخرى زاد اللي خليت قيس سعيد انه كان لاحظت الجروبات في الفيسبوك اي دوزو الشباب اللي يؤمنوا بقيس سعيد وهو هذه الحاجه اللي ميزته على العباد الاخرين وانه العباد اللي حبت تنضم لقيس سعيد ما غير خلفيات الايديولوجيا على شيء دونك قال لهم مرحبا والعباد الكل جات وحدهم ما كيك صحيح له اي فما شكون تطوعوا وحدهم ويحكيوا يخرجوا للشارع ويقولوا يدعيوا العباد باش يصوتوا لقيس سعيد وحدهم ما اي ياسمين تو انت بكري ذكرت نقطه مهمه ما تراش انه لفات انه استاذ اثر برشا في المساله هذه خاطر كاستاذ هو يعني نتصور المثل الأعلى متاع برشا من الطلبة متاعه ولا ليه؟ صحيح صحيح الفيلينج اللي هو عديه يمكن لتلمثته واللي هما مسونا بيه الفيلينج متاعهم عديه ولا انديريكتومان معناه هما خرجوا قالوا أستاذنا هذا راهو عنا فيه ثقة خلينا احنا زيد يكون عنا فيه ثقة أكثر ونسندوه تعرف اللي يعجبني في رواند وإنه بارامو هي مصوتتش متأثر زيادة اللي خليها تتبع ما عنديش الحق تصوت ميم عمري صغير وما عنديش الحق باش نصوت في العمر هذا أما فكرة قيس سعيد معناها حاجة الإكسبسيوناليزم نتاعو خليني نتأثر بيه الإكسبسيون اللي هو عملها لحظة برك لحظة برك سامحني ياسمين جوستومون باش نكملوا نحكيوا في موضوع هذا وباش تعديوا موضوع الأطروحة بعد الفاصل به به شنو كنت باش تقول ياسمين سامحني باش نزيد على كلام روان وانه بالحق فما شخصيات اعلاميه يخرجوا في التلفاز ويقولوا قررنا قيس سعيد واحنا مع قيس سعيد وكما قلنا الشخصيات هذوك عندهم مصداقيه دونك احنا نزيدوا نعطيو الثقه في قيس سعيد في الدور الثاني تقصد في الدور الثاني اوكي فوالا جوستومون هذا الكل كان وقت الانتخابات عندها عام الحكايه تو في العام هذايا قيس سعيد ولا رئيس الجمهوريه يظهر لي وقايد باش نحكي وش عمل كرئيس وش ما عملش قايد باش نقيمه انا خلينا نبدا باول حاجه قيس سعيد ماهوش مظهر خاطر جا قيس سعيد جات معاه البونديمي خلينا نبداو ساعه هو ساعه قبل ما جوستومون احنا ساعه باش نحكيو في نتفاهموا في الاطروحه اللي باش نحكيو فيها الليله في زعمه هي هل تونس عرفت تختار رئيسها اللي هي حاجه معناها في اطار تقييم الحصيله نتاع عام نتاعو دونك قلت لي ماهوش مزهار انا خلي الدخله هبطت الكورونا خلي نرجع لك خاطر انا بيدي سالت نفس السؤال في الانستغرام سالت العباد اسكو تونس عرفت تختار رئيسها ولا لا فما اكثر من 50% قالوا لي لا والاكثر حاجه قالت لي في الهم عندك ما تختار يعني قيس سعيد شافوه هو خلينا نقولوا نظيف الصادق اللي ينجموا يمنوا به مع انه ما هوش سياسي ما عندوش خبره سياسيه اما كمان بما انه صادق ونظيف خلي نعطيه اللي في الانستغرام نتاعك في عينه مختاره في الانستغرام قلت اكثر من 50% قالوا لي لكن هذا يعني انه فما اكثر من 40% قالوا اي اكزاكتلي نعطيه صوره كامله ويمكن من 40% انا خاطر انا نسيت قيس سعيد نقول اللي هو البانو دو سوفتاج اللي انا ريتو معناها حسيت اللي هو ينجم يكون البانو دو سوفتاج اللي يلقفنا خاطر احنا في الحلقه الاولى من جيل جي قلنا شنو المهام نتاع رئيس الجمهوريه وهو قام بالمهام نتاعو على اكمل وجه خاطر اذا جينا باش نشوفوا الخلل الموجود يمكن يكون مش في المهام نتاعو خاطر هو ادى مهامه بشكل جيد راوند ما نتفاهمش معاك اكزاكتومون على خاطر في الدبلوماسيه ولا في الخارجيه قيس سعيد ما كانش كيما يلزم ولا كيف ما يتوقعوا التوانسه انا شنو رايك انت؟ اي صحيح الحقيقه قيس سعيد قريت احنا حاليا في الوضعيه نتاع البلاد نستحقوا قائد قيس سعيد هو ما عنديش مشكله مع شخصه اما ماهوش قائد معناها صحيح عنده مصداقيه عندنا ثقه فيه وكل شيء لكن ماهوش هو الرئيس اللي لازم يكون حاليا شو معناها قائد ياسمين حسب رايك القائد كيفاش قائد لازم يكون انسان حازم يتخذ قرارات القرارات المناسبه في الوقت المناسب انا نحب نزيد حاجه صغيره سامحني اول شكون وقتاش عملنا احنا معناها السفير في ليبيا جست وقت اللي جاء قيس سعيد هذا دليل على انه لعب بطريقه لعب معناها حاجه استراتيجيه وعمل حاجه دبلوماسيه في ليبيا انا نتصور الملف الليبي بون ماهوش البلاتو اللي باش نحكيو فيه على ولا القعده باش نحكيو فيها على الملف الليبي خاطر كبير برشا اما كيف ما قلت ياسمين قائد لازم يكون انسبيرون
لازم يعطي المثال. يعني قيس سعيد ما تراوش اللي قيس سعيد جوستومون يعتبر زعيم، انتم ممكن تلوجوا على كلمه زعيم اكثر منها قائد ليدر زعيم، وما تراوش انه بالعكس هو ملهم جدا للناس اللي تتبع فيه وللانصار نتاعو. ملهم الحقيقه في طريقه عاطفيه. علاش؟ على خاطر ملي خرج قيس سعيد اول خطاب نتاعو عمله في سيدي بوزيد تقريبا اول حاجه بدا يجبد فيها المؤامرات مؤامرات كل خطاب مؤامرات. يعني وذي الحاجه اللي خلتنا نحن ما نفهموش شكونهم. يعني كان فما بالرسمي عباد تتامر على تونس، شكون؟ شنو رايك انت ياسمين؟ صحيح انا نشوف انه شخصيه قيس سعيد ماهيش شخصيه دبلوماسيه، واحنا حاجتنا بالدبلوماسيه على الاخر في تكون كريتير في شخصيه الرئيس نتاع البلاد. دونك فما حاجه اخرى، وانه قيس سعيد أداؤه في طريقة التواصل ضعيفة شوية الحقيقة. أهم حاجة إحنا توا باش نحكيه بالدارجة التونسية، هو ما يحكيش كيفنا. كيفاش تحبني أنا نفهمك ونسمعك ونقعد نتبع فيك للآخر في الخطاب نتاعك وأنت ما تحكيش كيفي؟ شوفوا يا شباعة، هو راهو اللي تقول فيه معناها اللي تقول فيه ياسمين اللي قلتوه كله مهم، أما شوف المهم فما حاجة أخرى زادة ما يلزمش ننساوها، اللي بعد عام من حقنا أن نقيمه ونسائله الناس اللي انتخبناهم كسوسوا رئيس الجمهورية ولا البرلمان ولا المجالس البلدية ولا غيرهم. هذا مفهوم يلزم نوصلوه للناس الكل، خاطر فهم برشا ناس ويخذ فكرة غالطة على الديمقراطية على أساس أنها تتعمل مرة كل 5 سنين. انتخب وروح أنا حطيت صوتك سبحان الله خير نقابله بعد 5 سنين. لا، التقييم والمساءلة مسار مهم يلزم يتعمل زادة في حتى في وسط المرحلة الانتخابية. عاش كان شفته في بلدان اخرين، في بلدان اخرين اكزاكتومون هيثم تقريبا فما العادات نتاع خلينا نقولوا التقييم في شيره والمساءله في شيره اخرى. ناخذ مثال على في امريكا فما حاجه تسمى ستيت اوف ذا يونيون اللي هي تقييم كل عام يصير يجي الرئيس قدام مجلس النواب خلينا نقولوا ويحكي. وزاد فما المساءله الانتخابيه خلينا نقولوا اللي هي تصير كل 4 سنين في الميد تيرم في وسط المندا نتاعو. حتى ستيت اوف ذا يونيون ستيت اوف ذا يونيون هي زاد مساءله النواب ما بين المساءله والتقييم. اما الميد تيرم اعاده الانتخابات على اساس طرح اعاده ثقه مره اخرى. ميد تيرم يعني الانتخابات اللي في وسط الفتره الانتخابيه. هم عندهم 4 سنين دونك بعد عامين يعملوا انتخابات. اي 4 سنين في وسط بعد 4 سنين تصير انتخابات اخرى باش يكمل 4 سنين اخرين. في تونس الدور هذا تلعب فيه جزئيا وبطريقه غير مباشره الانتخابات البلديه. اكزاكتومون. ويمكن الاعلام زاد يلعب الدور هذا على خاطره حتى وكان مش بصفه مباشره نعمله في المساءله او التقييم، اما قاعد يصير عن طريق الاعلام اللي قاعد يوري يمكن في الخلل اللي والا الحاجات اللي قاعد يقوم بها رئيس الجمهوريه. وانا الحقيقه كشابه يمكن مازلت ما انتخبتش، نحب ان تصير المساءله هذيا في تونس اليوم ونحب ان نتفاوض مع رئيس الجمهوريه ونشوف شنو اللي قدم وشنو اللي ما قدمش. جيبوه لك هذاك اللي بيك هذاك اللي بيك اليوم يطلب جيبوه لك وسائله. اما ماذا بينا قبل نفرقوا راهو التقييم حاجه والمساءله فما فرق كبير بين التقييم والمساءله. التقييم اي مواطن تونسي نجم يعمله. احنا تو قاعدين نعملوا في تقييم وجماعه نتاع زعمه دو باش يعملوا تقييم اخر بعد باش تفرجوا عليه. انت زاد المشاهدين تفرجوا فينا زادة تنجموا تقيموا حتى انتم بويسكو انتم مواطنين تونس حتى تعيشوا في تونس ولا البرة عندكم الحق باش تقيموا الرئيس. يعني التقييم لكن مسألة حاجة أخرى. التقييم مثلا عملته منظمة 99 يوم بعد انتخاب الرئيس صار تقييم. منظمات المجتمع المدني مثلا تعمل في تقييم دائم، والمواطنين تصور كل ما يحكيه في الشارع والحاجة يعمل تقييم. أما المسائلة هي المهمة، كيفاش نسائلوا رئيس الجمهورية؟ اسكو شكون عنده الحق يسائل رئيس الجمهورية؟ اسكو مثلا الدستور نتاعنا بار الفصل نتاع الخرق الجسيم فما حاجه اخرى اللي نجم نسالوا بها رئيس الجمهوريه ولا الدستور وقت اللي مثلا الدستور النظام الداخلي فرضوا على رئيس الحكومه انه يمشي بصفه دوريه للبرلمان وتقع مسالته غادي ما وقعش تطبيق نفس المبدا مع رئيس الجمهوريه بالاعتماد على انه رئيس الجمهوريه منتخب مباشره من الشعب. في كل الحالات التقييم كان نحبوا نحاولوا نلخصوا باش نقولوا انه في المطلق التقييم هو ابداء الراي في اداء المنتخبين، والمساءله هي محاسبتهم مباشره وان نطلب منهم انهم يجاوبونا على الاسئله ولا على الاحتجاجات اللي عندنا كما يصير في البرلمان سؤال كتابي سؤال شفاهي للحكومه الى اخره. علاش المساءله مهمه؟ على خاطر كي انتخبنا نحن قيس سعيد صار كونترا ما بين الناخبين وما بين قيس سعيد.
كونترا على الحاجات اللي قالوهم هما. دونك مهم جدا انه تصير مساءله ونشوف الوعود نتاعو اسكو قاعد ينفذ فيهم ولا لا. احنا باش نبداو كعبه كعبه في ثنيه المساءله التقييم في انتظار المساءله باش نحلوا الموضوع هذايا توت سويت في زعمه. هل تونس عرفت تختار رئيسها مع قادة رأي شبان مع ضيوف زادة باش يكونوا معنا؟ خليكم معنا ربيع ساعة أخرى على قناة التاسعة. زعمة تونس عرفت تختار رئيسها؟